بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله مع شرح موقع الترناتيف 2. موقع الترناتيف 2 حضرتك بتقدر تستفيد منه بانك انت تعرف البرامج المشابهه للبرامج المدفوعه، بس طبعا البرامج المشابهه اللي احنا هنستخدمها برامج مجانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندنا مثلا برنامج زي ادوبي الستريتور او ادوبي فوتوشوب. البرنامج ده سعره شهريا 20 دولار او 21 دولار تقريبا في الشهر. الموقع هنا بقى بيقدم لك خدمه ان هو بيقول لك ايه هي البرامج المشابهه لبرنامج الستريتور او برنامج فوتوشوب او برنامج بريمير مثلا او افتر افكت. كل برامج اللي حضرتك شايفها قدامك، ايه البرنامج المشابه ليه اللي حضرتك تقدر تستخدمه بطريقه مجانيه وطريقه شرعيه تماما، مفيش بقى ولا كراك ولا ان انت تقعد تدور بقى على حد يديلك سيريال ولا اي كلام ده خالص. لا، حضرتك بتدوس على اي برنامج من دول وبيبدا الموقع يعرض لك مواقع او بيعرض لك برامج مشابهه للبرنامج اللي حضرتك عايزه. يعني مثلا برنامج الستريتور المدفوع بتاع شركه ادوبي، احنا عايزين بديل ليه. لو ضغطنا كده على كلمه ادوبي الستريتور يجيب لك على طول البديل بتاعه، برنامج انكسكيب. لو برضو ضغطنا على الفوتوشوب، ضغطنا على اي برنامج من البرامج الموجوده قدامنا هنا، الافتر افكت، الحاجات دي كلها، بيجيب لك على طول برنامج المشابه للبرنامج المدفوع الموجود قدامك. طيب دلوقتي برنامج انكسكيب انا نزلته عندي على الكمبيوتر وهنشوفه دلوقتي قدامنا. دي شاشه العرض بتاعته، بيختلف اختلاف بسيط جدا عن برنامج الستريتور، لكن تقريبا معظم الادوات الموجوده قدامنا هي نفس الادوات الموجوده على برنامج الستريتور. حضرتك بتقدر انك انت تعمل عليه تصاميم زي ما انت عايز بقى من غير اي اشتراك شهري ولا اشتراك سنوي ولا اي حاجه خالص. بتقدر تستخدم البرنامج بكل سهوله. لو حابب انك ترسم مربع، ترسم دايره زي ما احنا شايفين كده، برده هنا بترسم. حابب انك انت تكتب، هنشوف برده دلوقتي الكتابه قدامنا، بنغير الوان، نفس بالظبط فكره برنامج الستريتور. لو حابب انك انت تكتب بقى كلام برضو هتلاقي هنا اداه الكتابه موجوده، كل حاجه زي برنامج الستريتور بالظبط. دي اداه الكتابه لو حابين ان احنا نكتب اي كلام، وبرضو بتقدر انك انت تيجي وتكبر الكتابه الموجوده قدامك بالضغط على كنترول. زي ما احنا شايفين بنكتب وبنغير الوان زي برنامج الستريتور بالظبط، نقدر ان احنا نصمم التصاميم اللي احنا عايزينها. وشويه دراسه بسيطه جدا للبرنامج هتلاقي حضرتك انك انت تقدر تستخدم البرنامج في القص واللزق وتستخدمه في كل حاجه بالظبط زي برنامج الستريتور. طيب هنشوف بقى دلوقتي المشكله الوحيده اللي موجوده في البرنامج وازاي نقدر نحلها. مشكله البرنامج ان هو ما بيقبلش ملفات الاي بي اس. يعني حضرتك منزل ملف من على موقع زي موقع فليبك، نشوف كده الملف ده مثلا. لو منزلين ملف زي كده من على موقع فليبك بينزل لنا بصيغه الاي بي اس. طبعا لو الملف فيه صيغه الاي اي زي ما احنا شايفين كده نازل بالصيغتين الاي بي اس والاي اي، اللي صمم الملف ده نزل الصيغتين او نزل الامتدادين الاي بي اس والاي اي. لو نزلهم الاثنين خلاص يبقى فيها ونعمه، تبقى ما فيش مشكله خالص، هنقدر ان احنا نشتغل على ملف الاي اي. زي ما احنا شايفين كده لو سحبناه وشغلناه هيشتغل معانا عادي جدا، ونقدر ان احنا ناخد منه التصميم او الجزء اللي احنا عايزينه نشتغل عليه وما فيش عندنا اي مشكله خالص. لكن لو هو مش منزل ملف الاي اي ومنزل الاي بي اس بس، هتبقى دي مشكله ان احنا مش هنقدر نستخدم البرنامج. لو خدنا كده الاي بي اس ورحنا بيه، هلا هو كده خلاص هيفتح في الاستريتور، فانا اطلع تاني بره اجيب ملف الاي بي اس. زي ما احنا شايفين هنا كده بيقول لك في مشكله وتضغط اوكي، ما فتحش معانا ملف الاي بي اس. طب لو في فرضنا بقى ان في ملف نازل من النت نازل مع الموقع فليبك ومفيش فيه غير ملف الاي بي اس زي الملف الموجود قدامنا ده دلوقتي كده، هو نازل اي بي اس بس، لو سحبناه كده وجينا نشغله مش هنعرف نشغله داخل البرنامج. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي حاولنا نفتح ملف الاي بي اس الموجود قدامنا، جات لنا الرساله دي، فكده خلاص مش هيفتح معانا ملف الاي بي اس. طب ايه الحل بقى عشان نقدر نفتح ملف الاي بي اس؟ الحل ان في اضافه بنضيفها للبرنامج. نيجي بقى كده تاني ندخل النت تاني، عندنا بقى في اضافه اسمها جو سكريبت. زي ما احنا شايفين كده ده لينك الاضافه الموجود جو سكريبت. الاضافه دي حضرتك بتقدر انك انت تدخل على اللينك ده وتنزل هذه الاضافه. بتشوف عندك الويندوز كام بت هنا، 32 بت او 64، او لو هتنزل على لينكس زي ما احنا شايفين برضو 32 و64. طب بنعرف ازاي الويندوز بتاعنا 32 او 64؟ بتروح على اللي هي زيس بي سي، تضغط رايت كليك بروبرتيز، يجيب لك على طول زي ما احنا شايفين هنا سيستم تايب 64 بت. يبقى حضرتك بتنزل الامتداد اللي قدام 64 بت، بتنزل دي كده. لو نزلت 32 مش هيشتغل معاك، ولو حضرتك 32 ونزلت 64 برضه هتبقى نفس المشكله. طيب بعد ما بنزلها طبعا، لان انا مشغل دلوقتي التسجيل يعني بسجل، فطبعا مش هينفع لو شغلت لو عملت الاضافه اللي عملتها سيت اب هيفصل معايا التسجيل زي ما حضرتك شايف كده دلوقتي. فايه الحل بقى دلوقتي؟ انا عملت بعد ما نزلت الاضافه نزلت معايا بالشكل، اوري حضرتك دلوقتي نزلت فين.
نزلت معايا في الداونلود بالشكل الموجود قدامنا ده. هي دي الاضافه اللي احنا عايزين ننزلها. طيب بعد ما بتسطبها هي التسطيب بتاعها سهل جدا، بتضغط نيكست 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 بس، مفيش اي حاجه خالص، ما بتعملش اي حاجه، بتوافق على الاتفاقيه ونيكست بس. بعد ما بتنزلها بتنزل معاك بأنهي شكل، هنروح بقى على السي ونشوف. على السي بروجرام فايل هتنزل معانا بالشكل ده جي اس، ملف كده مكتوب عليه جي اس. طيب هنعمل ايه بقى عشان نشغل الاضافه؟ هي المشكله ان فيها لفه شويه، وانا كاتب الطريقه في المدونه، هيقدر تدخل على لينك المدونه وتشوف الطريقه وتمشي معاها خطوه خطوه لو ما قدرتش انك انت تشوف انا بعمل ايه على الكمبيوتر. هنرجع تاني كده، هنروح على السي. اول حاجه هنروح على السي، بعد ما نضغط على السي هندخل على بروجرام فايل، وبعد كده الجي اس، نضغط على الجي اس هنلاقي الملف ده قدامنا، نضغط نفتحه. هنلاقي بقى عندنا هنا بي اي ان وال اي بي، دول اللي فيهم الشغل، بي اي ان وال اي بي. هنيجي على البي اي ان، نضغط على رايت كليك ونقول له رينيم، عايزين نغير اسمها، رينيم هنخليها جي اس كده. حضرتك بس تمشي معايا خطوه خطوه عشان تقدر انك انت تشغل هذه الاضافه لانها لفه شويه. بعد ما غيرت اسمه بقى اسمه جي اس، هتيجي على ال اي بي تضغط عليه، وبعد كده تضغط كنترول اي تختارهم كلهم، بعد كده كنترول سي كوبي، وترجع تاني على الجي اس وتعمل بيست، كنترول في كده تمام. هيقول لي اه، هقول له كونتينيو كده، عمل بيست لكل الفايلات الموجوده داخل ال اي بي. نرجع تاني نختارهم كلهم بالضغط على اول واحده، وبعد كده كنترول ما عدا الجي اس، اختارهم كلهم ما عدا الجي اس، اخترناهم كلهم ما عدا الجي اس، نضغط رايت كليك وديليت كده، خلاص مش عايزينهم. بعد كده ناخد الجي اس كات ونروح على السي، نعمل لها بيست. احنا بس عايزين نخرجها بره، نخليها على السي كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين هنقفل بقى خالص الشاشه دي، نفتح تاني زي السي، السي هنلاقي الجي اس موجود عندنا. الجي اس دي اللي فيها كل الفايلات اللي احنا نسخناها من ال اي بي اللي مسحناه، الملف اللي مسحناه كده تمام. دي الخطوه الاولى، هنروح على بروجرام فايل بقى تاني كده. خلاص الجي اس اللي هنا ده بقى فاضي دلوقتي زي ما احنا شايفين، احنا مسحنا كل جواه، ملوش لازمه عندنا عشان ما يلخبطناش، نعمله ديليت. عندنا بس الجي اس بره زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، وفي الملفات بتاعتنا. نقفل بقى الشاشه دي خالص ونروح على زرار الويندوز اللي هو بين الالت والكنترول، نضغط عليه، وبعد كده نكتب environment اي ان في، لا اي ان في، اي ان في زي ما احنا شايفين كده، هيطلع لك edit the system environment، تضغط عليها وبعد كده تختار اخر خيار خالص، اخر مربع خالص في الشاشه قدامك اللي هو environment، تضغط عليه برده يظهر معاك الشاشه الموجوده قدامنا. هتيجي هنا تحت في المربع اللي تحت، تشد كده لتحت لحد ما تلاقي كلمه باث بي اي تي اتش، تضغط عليها وتقول له edit، هتفتح معاك الشاشه دي. هتيجي هنا تقول له نيو ونقطة، وبعد كده سي نقطتين سلاش جي اس، تقول له اوكي، وبعد كده هنا اوكي، برضه هنا اوكي. بعد كده هنعمل ريستارت لبرنامج الانكسكيب، برنامج الانكسكيب هنقفله ونفتحه تاني. بعد ما نعمله تاني، بعد ما نعمله ريستارت بقى تاني، هنيجي كده على الاي بي اس اللي ما رضيش يفتح معانا في الاول، ونقول له عايزين نفتح ده، فتجي لك الرساله دي تقول له اوكي، هنلاقيه فتح معانا بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. دي كانت خلفيه كنت منزلها برده من على موقع فري بيك، نكبر كده بس عشان نشوف. ثانيه واحده بيعمل تحميل، طبعا زي ما احنا شايفين بيحمل. بعد ما يخلص تحميل نكبر الشاشه، هنلاقي عندنا ملف الاي بي اس فتح قدامنا زي ما احنا شايفين. طبعا البرنامج ده ممتاز جدا، حضرتك بتقدر تستفيد من برنامج انكسكيب كبديل للاستريتور، بديل مجاني، تقدر تصمم عليه تصاميمك لو حضرتك بتعمل تصاميم كده، ايه يعني تصاميم يعني حاجه كده شخصيه، مش شغل بقى يعني. لا انما طبعا لو حضرتك شغال وبتبيع تصاميم وكده، لا يبقى مهمتك الرئيسيه او شغلك الرئيسي هو التصاميم، يبقى طبعا برنامج الاستريتور لا غنى عنه. البرنامج ده طبعا مساحته تقريبا بتبقى 100 ميجا تقريبا، في مقابل الاستريتور مساحته لا تقل عن 700 ميجا، دي نسخه 2018 معرفش 22 كام بالظبط، نسخه 2018 700 ميجا. فبرنامج يعتبر ممتاز، يعتبر اداه مش برنامج، يعتبر اداه للرسم واداه للتصاميم وكده، تقدر حضرتك تستفيد منه لو انت بتعمل مثلا رسومات بقى حاجه مثلا كده يعني. لو قفلناه كده وفتحناه تاني، لو فتحنا
فايل نيو فايل، هتقدر تلاقي عليه مقاسات الفيسبوك، مقاسات الانستجرام، مقاسات حاجات كتير جدا هو جايبها لك جاهزه. الشاشه الرئيسيه لو حضرتك اخترت فيها سوشيال ميديا هتلاقي فيه مقاسات جاهزه هو جايبها لك، تقدر انك تستخدم التمبل بتاعها في الرسم مباشره، مش هتقعد بقى تحدد اطوال وابعاد وكده، هو جايبها لك جاهزه واقف لك على الار جي بي ومختار لك كل الاختيارات بطريقه سليمه. اتمنى فيديو النهارده يكون مفيد وتقدروا تستفيدوا من برنامج انكسكيب كبديل لبرنامج الستريتور. شكرا لحضراتكم واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.